بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا أداة جديدة وجميلة وفي نفس الوقت مجانية للإصدار 8، طبعا تدعم الجهاز الآيفون 6 وتدعم الآيفون 6. طبعا الأداة هي إمكانيات إخفاء الحالة وآخذ ظهورك بالواتساب. طبعا طريقة التفعيل عن طريق إعدادات الواتساب. طبعا الحين كل اللي عليك هو الدخول على السيديا، بعد كذا نروح لخانة البحث، بعد كذا نكتب اسم الأداة، هذه اسم الأداة وهذه إصدارها، طبعا من السورس الرئيسي، طبعا مجانية. كل اللي عليك هو أن تضغط على تثبيت، بعد كذا تضغط تأكيد، ننتظر لين يتم تشغيل الآيفون. الحين ننتظر لين يتم تشغيل جهاز الآيفون. الحين نضغط على إعادة تشغيل، راح يطفي الجهاز ويشتغل معك مرة ثانية. ننتظر إعادة تشغيل الجهاز. الحين ندخل على الواتساب، طبعا راح تروح لخانة الحالة، هذا هو الخيار. كل اللي عليك انك اذا فعلت الخيار راح يخفي ظهورك وراح يخفي الحالة. طبعا راح اعمل رسالة. السلام، راح اشغل الواتساب الثاني عشان يبان لكم. طبعا راح اتوقف وارجع مرة ثانية. طبعا رجعت لكم مرة ثانية. هذه الأداة، هنا مخفي الظهور وهنا لا ارى الشخص. طبعا لا ترى الشخص هل هو متصل او غير متصل، بس الشخص الثاني يشوف اخر ظهورك على عند تفعيل الأداة. طبعا نروح لإعدادات الحالة، نشوف. راح نقوم بإغلاق هذه ونشوف هل يطلع عندنا متصل. أصبح عندنا متصل. طبعا إذا تخفي ظهورك وراح تخفي حالتك. طبعا راح أشوف الحالة هل موجودة حالتك أم لا. طبعا ما راح تحصل أي حالة له. الحين كل اللي عليك، أنا راح أرسل ألو. طبعا هنا لا صح ولا صحين على الشخص الثاني. طبعا الشخص الثاني إذا أرسل طبعا هذا كل ما لدينا، إنك تقوم بتفعيل هذا الخيار أو تقفله. طبعا هذه رجع متصل، فعل هذا الخيار، يقوم بإغلاق إخفاء ظهورك وحالتك. طبعا تقبلوا تحياتي، أخوكم ومحبكم مشهور الحارثي. لا تنسوني من اللايك والاشتراك في القناة.